سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي، أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. أنا عربي. سجل أنا عربي، ولون الشعر فحمي، ولون العين بني، وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني أنا من قرية عزلاء أمنسية، شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحجر، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي، سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي، أنا عربي.